مرحبا واهلا وسهلا بكم. واليوم عندي لكم اطيب وصفه، وعندي هنا انا راح اسوي دبس الباذنجان اللي كل يحبه، وراح اسوي لكم بطريقه صحيه وبدون قلي وبدون استعمال اي دهن، ويعني انتم تعرفون بدون شيء دبس الباذنجان كل شيء يتقلبي، بس اني بهالطريقه الطريقة راح أسويها طريقة كل الصحية وراح تعجبكم إن شاء الله. وخلينا نبدي، راح أشوفكم المواد اللي نحتاجها. راح أشوفكم للقيمة ش راح نستعمل. عندي نوعيتين من اللحم، لحم غنم ولحم عجل، وهالشي اختياري، تقدرون تستعملون في النوعيه مو مشكلة. باونين ونص هنا مقطع قطع صغيرة، وعندي هنا بصلايتين كبار مقطع بهالحجم، وعندي ثلاث قطع ثوم مقطعة، وفلفل أخضر فلفل يعني اثنين كبار، وهاي هنا أنا عندي ملعقة كوب كاري، وملعقة كوب من الكركم، وملعقة كوب من الملح، وملعقة كوب من الفلفل الأسود، وعندي هنا أنا ملعقة كوب من الكمون. وهالفقرة هنا اختيارية، أنا يعجبني أكل حار، خليت ملعقة كبيرة من الفلفل الحار. وهنا راح أشوفكم مكونات الصلصة. نحتاج مي 3 كلاصات ونص، قوطية معجون بهالحجم هذا القياس، وعصير ليمون تقريبا 3 ملاعق أكل، وعندي هنا نومي بصرة أنا كسرتها وطلعت النوى مالتها وطحنتها، تقريبا ملعقة كاملة عندي مال كوب أو مال إيه ملعقة كوب. وهنا عندي نعناع ملعقة كبيرة مال أكل، نعناع يابس، وملعقة كوب ملح، وثلاث ملاعق أكل من دبس الرمان، وأني أستعمل هالنوعية، بس تقدرون تستعمل أي نوع موجود مو مشكلة. وراح نحتاج كرافس للتزيين، وعندي هنا اثنين طماطة حجم كبير مقطع بهالشكل، ونفس الشي باذنجان اثنين كبار مقطع بهالشكل، وأني خليتها بالأفن على المود تستوي، وراح أشوفكم الفقرة من خليتها بالأفن على المود تشوفون سويت هنا قصقصت الباذنجان بهالحجم، وخليتها بصينية، ومجرد يعني خليت شوية رشة خفيفة من هالنوعية مع الدهن وبس، والدهن ما راح أستعمله بعد أبد بهالوصفة، وراح أخليه بالأفن على المود يستوي ويحمر. وبهالفترة أنا راح أبدي بالقيمة. راح ناخذ البصل والثوم ونخليه بالطاوة وعلى نار عالية، طبعا راح نحمس البصل والثوم، وما راح أستعمل أي دهن شلون ما قلتكم، يعني انتبهوا أنا مدى أستعمل دهن، وما راح نحتاجه أبد. وطعم هالتبسي مال الباذنجان كلش كلش طيب، وراح نحتاج دهن لان اللحم دا استعمله شوي، يعني عندي شويه دهن، ويعني راح يعوض عن الدهن اللي راح نحتاجه. وهذا شكل البصل ورا ما حمسته بهالطريقه، وراح اخلي اللحم اذا اتجهت شويه كل يعني دهن، راح اخليه ناري، راح نبتدي نقلبه. ناخذ طويه البصل والثوم، انا معلي النار و دا اصور فد ايد ودا اقلي فد ايد، يعني اذا الفيديو ما يطلع تمام عذروني شويه، صعبه الشغله من اصور واطبخ بنفس الوقت. هاي هنا راح نغلطي بعد على نار عالية عن ما يستوي شوية لاح، نبقى نغلط وبهالحالة وصلنا لهالمرحلة، نقدر نخلي الفلفل الأخضر
عندي قطعتين كبار هنا أنا مقطعة، وهاي راح نحط كل شيء ونحمص وما تداعي لأي دهن. طبعا نحمص اللحم والبصل والثوم والفلفل ينطي شوية مي، وراح يكون طعم اللحم ويا هاي المي طيب ويا البهارات الداخلية. هسه البهارات كلها راح تكون سوية، ينطي صلصة منه وبي، وهالصلصة راح ندقيها باللحم من يستوي، وراح احوله كله. هسه استوى هنا وراح احوله بحق الجدر هذا، اضيفه يعني اقدر اخليه بالاوفن هالشكل. وصلنا للمرحله وين راح يعني احول اللحم واخليه بالجدر. استوى يعني يمي وطفيت النار انا هسه، وتقدرون تتذوقوه يعني على المود، تشوفون اذا تحتاجون بعد ملح، لو اذا تحتاجون بعد بهارات، بس ما اصور تحتاجون يعني هالكميه اللي خليتها كلش زينه. هنا عندي المعجون وبنفس الطاوه، ما راح اطلع طاوه جديده، بنفس الطاوه وراح اخلي 3 قواصات ونص مال مي، راح اخلي شويه الاغبعاد، هاي 3 قواصات ونص مي، وعليت النار وراح اخبط المعجون، راح اموعه بهالشكل. راح نبقي النار عالية، وهسه شوية يعني وصل لهالمرحلة وراح نقدر نخلي عصير الليمون. أضيف عصير الليمون وراها راح أضيف دبس الرمان. وهذا دبس الرمان. وراح نحاول نسخن الصلصة شوية من هيك يعني خلتها على النار، وراح أخلي هنا النومي بصرة والنعناع، وإذا يعجبكم بعد نعناع خلوا بعد براحتكم حسب الذوق. راح نخبطهم، وراح نحتاج بس هاي آخر يعني هاي الملعقة مال الملح اللي بقت نضيفها وخلصنا من الصلصة. هاي هنا راح أخلي الملح، والصلصة فخنت يعني بهالشكل. إذا تشوفوها كلش كلش ثخينة تقدرون تخلون في النص كوب لاعه مال المي إذا تريدون، بس هاي زينة هنا. وهاي خلصنا من الصلصة وطفيت النار، وعندي اللحم هنا بالجدر وخليت فوقاته الباذنجان بهالشكل، ونفس الشي راح أسوي ويا الطماطة. هسه تشوفون وبراحتكم شلون ما يعجبكم تشكلوها مو مشكلة. وهاي الطماطة فوق الباذنجان، وآخر شي راح أجيب الصلصة وأخليها كلها فوق التبسي اللي صفطناه هنا، راح أدير المرقة فوقاتها، وريحتها كلش طيبة. ويعني هاي بعد راح ادخلها بالأفن، راح ابقيها ساعتين بالأفن على مود تستوي زين. واني شعلت الأفن على درجة حرارة 350، وهاي هنا دخلت الجدر بالأفن وراح اسد الأفن وبقيه ساعتين تمام. وهاي ساعتين فاتت وراح اشوفكم النتيجة.
شوفوا وش قد حلو والريحة تخبل. وإذا تريدون تحمسون الطبقة الفوقانية حمسوه، بس أنا ما سويت هيجي. وهاي هنا عندنا استوى يمنا تبس الباذنجان، وأطيب ريحة وأحلى تبسي باذنجان راح تذوقوه، وصحي ويعني سهل. وهيات هنا خليت شوية كرفس فوقاته، وهنا أنا دايبين شوية ناشف، بس هو مو ناشف متروس يعني مرقة، بس أحركه وأشوفكم. وأني أخذت من عنده، أخذت شوية من عنده وخليته فوق التمن على مدى أشوفكم يعني ويا التمن ينأكل هو. وهياته جهز، وإن شاء الله عجبتكم الوصفة، ولا تنسون باللايك وسبسكرايب، وأشكركم على المتابعة.